طول الوقت بنقول انه في الاسعار غالية، طول الوقت سيادة الرئيس يقول شددوا على الرقابة وعايزين نعمل تخفيض في الاسعار للمواطن. فحبيت كده النهاردة زي ما حكيت لي السادة المشاهدين وحضرتك سمعت، نعرف الحكاية بقى من اولها. احنا موجودين دلوقتي في البداية كده، المكان اللي احنا موجودين فيه ده دي مزرعة مانجا. تمام. المانجا. تمام. ده موسم لسه. موسم مانجا. لسه موسم. تمام. تفضل الموسم في السوق واحنا ناكلها. لغاية اخر شهر 12. لغاية اخر شهر 12. تمام. القصة بتبدأ ازاي بقى يا استاذ محمد؟ بداية المانجا طبعا. لا قصة بداية ان حضرتك. الاسعار. بداية ان حضرتك بتزرعها بتكلفك ايه وعدد العمالة ايه طبعا هو اللي بيجي ياخدها منك مين؟ تمام. هو طبعا بداية المانجا بتتزرع في الارض، بتطلع ليها مصاريف طبعا معينة، مصاريف عمالة. دي ما بنحطهاش في مصاريف زرع. مصاريف زرع كل ده ما بتحكمش في اسعار المانجا نفسها. سلعة. اللي بيحكم كل أسعار ده ما بيحكمش الأسعار. أي. اللي بيحكم الأسعار العرض والطلب. نعم. يعني السنة دي مثلا لو احنا وصلنا السنة دي المانجا ما زادتش عن 10 جنيه الكيلو داخل المزرعة، وممكن نقول 9 كمان. لا بس هنا المانجا أنواع المانجا الحالية اللي احنا موجودين قدامها. أنا حابة قوي نتكلم في تفاصيل النهاردة اللي هي موجودين حاليا قدامها. المانجا الكيت. كيت. الكيت دي ما من 9 جنيه ل 10 جنيه من داخل المزرعة، ما زادتش عن كده. بتبيعها من داخل المزرعة؟ ب 9 جنيه الكيلو ولا بتبيع بشكل ببيع بالطن الكيلو بيقف فيها ب 9 جنيه. بيقف فيها ب 9 جنيه. وب 10 جنيه. واحيانا ب 10 جنيه. طيب المانجا بقى الجميلة دي اللي بتطلع من عند حضرتك ب 9 جنيه أو ب 10 جنيه. تمام؟ المانجا دي اتكلفت قد ايه عشان حضرتك تبيعها ب 9 وب 10 جنيه؟ ما اقدرش احكم التكلفه لان انا العرض والطلب بالنسبه لي او كميه المحصول اللي بتطلع عندي هي اللي بتحكمني. لو كميه محصولها كبيره جدا هتبقى تكلفتها قليله جدا، كميه المحصول صغيره يعني هي ب 9 او 10 في حاله ان المحصول قليل. 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 السنه دي المحصول قليل. السنه دي قليل مع ان انا متخيله انه احنا كلنا كنا مانجا كتير. لا احنا كنا بنقول المانجا لو كانت كتيرة عشان العوامل الجوية اثرت علينا. انا بالنسبة لي متأثر عندي 40% بسبب العوامل الجوية. كنا متوقعين المانجا تبقى بخمسة جنيه. نعم. كنت متوقع ده في الموسم ده. احنا قلنا قطر المانجا هينزل اسعار جامد. اما جت العوامل الجوية اللي هو اليومين الحر اللي جم جمال. نعم. عند اي مزرعة نزلوا 40% من الانتاج بتاعها على الارض. احنا بقى بنتخيل وده لان احنا برضو بنبقى في حاجات كده بنتكلم فيها احنا مش عارفين. تخيلين الدنيا تحرر قوي ده يساعدك في التسوية. لا بقى في حر جامد في يومين حر جم جمات جدا نزلوا 40% من محصول اي مزرعة موجودة على مستوى الجمهورية. اثروا بالسلب. اثروا بالسلب. لا بالسلب. بالسلب. لان درجة الحرارة العالية ما بتستحملهاش المانجا. طيب كنت حضرتك متوقع